في فقرة صورة مصرية النهاردة هيكون معانا مصورة فوتوغرافية مصرية شابة اسمها منار جاد. منار حازت على جائزة الخامسة أو الترتيب الخامس في جوائز الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للتصوير الفوتوغرافي. هنتعرف النهاردة على منار وهنتفرج على مجموعة الصور الفوتوغرافية الخاصة بيها وامتى وازاي حبت التصوير. صباح الفل يا منار. صباح النور يا ريهام، عامله ايه؟ الحمد لله، الف مبروك على الجائزه. الله يبارك فيك. بتبسط قوي ما يبقى في كده شباب صغير كده مشرف وجميل كده بيشرفنا في العالم العربي وفي العالم الخارجي وفي كل حته. ربنا يخليك يا ريهام. هو في ناس كتير على فكره، مصورين كتير مصريين مشرفينا بره الحمد. كم واحد كان مشارك في الجائزه دي في المسابقه دي؟ على العدد ككله كان، لا المصريين، المصريين لا ما كانش في، يعني ما فيش حد وصل للفاينل. كنت انا اول مصريه اكسب في المسابقه دي. بس كان في مشاركين مصريين اخرين؟ كان في مشاركين بس ما فيش حد وصل للفاينل، يعني ان هو كسب دي. يعني هي المسابقه ليها 5 سنين، دي كان اول مره حد مصري يكسب في المسابقه دي. طب حلو جدا. انت ازاي حبيتي التصوير بقى؟ يعني انت كنت بتقولي دلوقتي بقول لها متخرجه من ايه، قالت لي خريجه اداب قسم مكتبات، يعني ازاي حبيتي التصوير؟ هو طبعا ما فيش حد بيخش الكليه هو بيحبها، فانا دخلت الكليه عشان خاطر ماما. بس بعد كده وانا في الجامعه كان معايا كاميرا، كنت بقعد اصور صحابي واقعد اجرب كده اصور بيها، وكنت بشتغل من وانا في الجامعه. انا كنت بشتغل جرافيك ديزاينر، وبعد الجامعه ابتديت ان انا اشتري كاميرا واتدرب بقى ان انا ازاي اصور وكده. برافو عليك. ابتديت ان انا اشوف حاجات اونلاين، وابتديت مع نادي انفوكس، استاذ محمد النصيري هو اللي ابتدى معايا وعلمني التصوير، واستاذ كريم نبيل. بعديها بقى ابتديت ان انا انزل اصور كتير في الشارع، ننزل نبتدي كجروب كبير نصور في الشارع، بنستفاد من بعض كتير واحنا بنصور في الشارع. انا مهتمه جدا بتصوير الشارع اكتر حاجه. يعني ايه في الشارع؟ يعني انت مهتمه، هي بتبقى برضو اتجاهات، يعني ما مهتمه بالبورتريتس اكتر؟ يعني هي وشوش ولا الناس. وشوش الناس والحياه بتاعت الناس بتبقى ماشيه ازاي، بيعملوا ايه، بيتصرفوا ازاي. بحب اخد الناس، يعني بحب صور الناس على طبيعتها. بحب القط الحاجات دي جدا. احنا هي بنشوف الصور بتاعه منار، ودي الصوره اللي حازت عليها منار على الجائزه الخامسه في من جوائز الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للتصوير الفوتوغرافي. دي كانت فين يا منار؟ بحكي لنا عن الصوره، حكايتها ايه؟ دي الصوره دي كانت من سنتين، انا مصوره من سنتين. حلوه يعني قوي على فكره. فاهم، ما كانش في بالي خالص ان انا اشترك بيها في مسابقه او حاجه. حتى لما هم نزلوا المسابقه نزلوها في 2015، ما كنتش يعني ما نزلتش اصور مخصوص للمسابقه. مسابقه هيبه بالنسبه لي يعني كنت بحلم بيها من زمان، يعني مجرد بس ان انا يوصل اسمي في الفاينل، مش عايز اكسب. انا بس اسمها عايزه إيه؟ اسمها هيبه. هيبه هيبه. فوصلت، بعتولي اول ميل، تاني ميل، هي 4 مراحل تحكيم. اول ميل وصلت، تعديت المرحله الاولى، تاني ميل، تالت ميل، ووقف تالت ميل عند النهائيات. قلت خلاص انا مش هكسب، يعني خلاص عدى وقت كبير، وقبل المسابقه بفتره قليله جدا بعتولي ميل ان انا كسبت. طبعا انا ما كنتش مصدقه. يعني قعدت في البيت اعيط ومش، طب ماما انت فرحانه ولا زعلانه ولا ده؟ لا انا فرحانه، بس ده تشجيع حلو قوي في بدايه طريقك، يعني الحقيقه هو الحمد لله تشجيع. هي يعني انا كسبت مسابقات كتير هنا في مصر، بس يعني هي مش اول حاجه دوليه، هي ثالث حاجه دوليه. بس هيبه بالنسبه لي برضو يعني مسابقه غير اي مسابقه. عايز اعرف قصه حكايه الصوره. بصي، هي الصوره دي في جزيره الدهب، دول اختين ساره الكبيره ورانيا اللي قدامها. احنا دايما يعني جزيره الدهب هي منطقه، هي في المعادي، منطقه معروفه للمصورين. بنروح نصور فيها وكده. اليوم ده كنت انا نازله انا وعزت صديق ليا مصور، فكنا تعالى ننزل نصور، جت بالصدفه ما كناش مرتبين ليها. نزلنا اتصورنا مع الاطفال وصورناهم ولعبنا معاهم واخدت الصوره دي، وبرده يعني مش عارفه يعني بصور وخلاص. لحد ما نزلت التيمه بتاعت المسابقه عن السعاده، فانا قعدت افكر يعني ممكن اقدم. هم بيعملوا تيمه كل سنه؟ كل سنه ليها تيمه معينه. دي الهابينس كانت التيمه الرئيسيه للمسابقه. ابتديت اطور في الصور عندي، ولقيت ان الصوره دي بالنسبه لي تعتبر من اقوى، لان هي طبيعيه جدا. فدي من اقوى الصور. هي فعلا طبيعيه جدا وتكوينها مظبوط، وفي نفس الوقت فيها بهجه حقيقيه وفيها سعاده كده وطفوله وبراءه. جميله جدا. ده الجائزه. ده ما الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. ومدير عام الجائزه استاذ علي.
هم كانوا اللي بيسلموا لها الجائزه. قلتي بقى لها كام سنه الجائزه دي؟ الجائزه دي ليها 5 سنين يعني، خمس السنه دي سنين. ليها ده الدوره الخامسه ليها. ودي الصوره الجماعيه. عايزه بس اقول مبروك برضو لخالد من فلسطين، خد المركز الاول في تيمه الاب والاب. هو في كذا تيم كانت كان فيها كذا تيم، بس الهابينس هي كانت التيم الرئيسيه للمسابقه. وعايزه برضو اقول لحميد من البحرين مبروك، لان هو خد المركز الاول في تيمه السعاده. وكمان عمر من الامارات خد المركز الرابع. دول كانوا العرب اللي كسبوا، ده حميد من البحرين. ودي الصوره بتاعته. هي جايزه عربيه يا منار ولا جايزه دوليه؟ جايزه عربيه، يعني كل المتقدمين عرب. لا هم بس الاربعه دول اللي كسبوا من العرب. بس المركز الاول خدوا عربي صح؟ خدوا بحريني. بحريني عربي. لكن الجراند برايز خدها اسباني، اللي هي اكبر يعني جايزه. في جراند بري وفي مركز اول. بالظبط. في مركز تاني وتالت، بس احنا كنا تلات عرب في المسابقه كلها، لكن في كانوا من المانيا وفي من اسبانيا وفي من الصين، ففي مسابقات كانوا من دول كتير يعني مختلفه، بس دول العرب اللي كسبوا. انت مين اللي انت مين الصور بتاعته عجبتك اكتر واحد انت شخصيا بعين المصور يعني؟ بعين المصور صراحة بتاعت أنطونيو اللي هي الجراند برايز كانت حلوة، وبتاعت حميد عجبيني جدا، هم تلقائيين جدا وطبيعية. فكانت من أقوى الصور اللي عجبتني. طب احنا عندنا صور تانية انت جايباها نتفرج عليها؟ لو في يا ريت نتفرج بقى على صور منار التانية كده. طيب خلينا نشوف منار انت بقى، يعني خلينا نشوف كده انت بتتمني ايه بعد كده؟ يعني عايزة تعملي ايه بعد كده؟ يعني حلمك ايه؟ حلمي ايه؟ حلمي ان احنا كمصورين يعني خاصه كتصوير شارع، يبقى لينا زي تصريح او لينا نقابه او حاجه نقدر نصور في البيت، في الشارع قصدي، براحتنا في البيت. ايه؟ في الشارع نقدر نصور في الشارع براحتنا، يبقى لينا تصريح او حاجه نقدر نصور في الشارع براحتنا. زي لينا نقابه تسهل علينا احنا كمصورين شارع، بيبقى صعب جدا. في واجهتك مشاكل وانت بتصوري في الشارع؟ اكيد بيبقى في، الناس مش متعوده هنا على الكاميرا كتير يعني، في اماكن معينه متعودين على الكاميرا وفي اماكن لا. بيبقى في صعوبه جدا في التصوير يعني، انا كبنت مش بيواجهني الصعوبه اللي بيواجهها الولد. فانا نفسي ان احنا نحل الموضوع ده. ده بسبب الظرف السياسي الراهن يعني، ولا كان حتى طول الوقت؟ هو من قبل كده. بس الظرف السياسي يعني زود الموضوع اكتر. فانا نفسي بس يبقى لينا امكانيه او تصريح او نقابه نقدر ان احنا ننزل نصور في الشارع. ما يحصلناش اي مشاكل مفروض، فاتمنى ذلك. طب نشوف بقى الصور، عايزين نتفرج النهارده على الصور بتاعت منار. ده ايه ده؟ ده تصوير؟ ده تصوير. ده زي ما يكون رسم. لا هو ده تصوير، هو انا بركز شويه في وشوش الناس وفي لا مش معقوله على الجمال ده، كانه لوحه مرسومه بخطوط الوش كده. هي دي كانت في الفيوم. انت عامله فوتوشوب فيها؟ هي انا عامله لها ايديت شويه بس مش كتير يعني. والله بيبقى في ايديت مثلا على الالوان او على الوش. الصوره دي كانت في الفيوم السنه اللي فاتت، ده من الصيادين كانوا يصطادوا. الصورة دي كان حسن، كان شارع المعز من كام شهر، كانت الدنيا بتمطر، ودي كانت مامته قاعدة مستخبية ورا الحتة دي، وده باباه، وهو كان يعني شدتني نظرته وقعدته. وهو ماسك المايه كده. هي فيها كمان حماية كده يعني، يعني هو متحامى في باباه متحامى فيهم، وانتي مش جايبة الشخصيات نفسها، جايبة الهيكل بتاعها. حلوة المعنى قوي. ايه الذكاوه دي؟ في عمق كده يعني، انت صغننه لسه بس ما شاء الله. دي برضو كانت في الفيوم، الصوره دي كانت السنه اللي فاتت وعجبتني. بس دول بوزنج شويه. لا بس انا مش قلت لهم يعني، انا ما قلت لهمش يعني يعملوا ايه. دي فيها بوز شويه يعني، هو كان في حد بيكلمه وكان باصص له، وهو الولد ده كان حد من صحابي مديله الصور بتاعته، حتى هتلاقيه ماسك صور. كانت ريم مديله الصور بتاعته، وهما بيبصوا على حاجه، لكن انا في تصوير الشارع ما ينفعش اقول لهم اعملوا ايه، لان كده مش هيبقى تصوير يعني شارع يعني. ده مش بوزنج. ده مش لا ده مش بوزنج. دي برضو في نفس القريه، هما كانوا بيتكلموا مع بعض. قريه اسمها قريه النازله في الفيوم، هي قريه جميله جدا في التصوير. الصوره دي برضو على فكره كنت مقدمه فيها في حمدان ووصلت نهائيات. حلوه قوي دي. دي كانت التاكسي. هو كان في الميكروباص في الحسين. كنت راكبه وصورت الصوره دي، كنت انا ما كنتش يعني عامله حسابي ان انا اصور الصوره دي، كنت بظبط الكاميرا وعجبني الكادر فصورته. الكادر حلو فعلا، لطيف.
دي كانت في ورشة في مصر الجديدة، وكان عاجبني الراجل وهو بيشتغل والألوان الأزرق مع الأخضر مع الأصفر اللي ورا، فكل ده شدني. هي حلوين جدا يعني، حلوين جدا. انا ملاحظه فعلا ان انت حابه حابه البورتريتس، بس انا حاسه ان انت عامله زياده فوتوشوب زياده سنه يعني في الالوان شويه، يعني شويه. انا بحب، حاسه انا بهتم بالالوان شويه، فتلاقيني بزود شويه الوان وكده. فانا حاسه ان انا وانا بتفرج حاسه ان هي فيها مزج ما بين هو يعني بين الرسم وبين التشكيلي. ايوه التصوير. بالظبط، التشكيلي انا يعني انا مهتمه بالستايل ده شويه في ال، انت قصداه يعني، انت ده مقصود اللي انت بس يعني تعمليه. في صور وصور، يعني مثلا الصور اللي كانت في هيبه ما ينفعش ان انت تدخلي فوتوشوب كتير، هو بس مجرد ان انت تظبطي الكادر وتظبطي الالوان وبس. بس عايزه اشكر في اخر حاجه، بس عايزه اشكر في مسابقه هبه علا وفؤاد، هما ساعدونا جدا في كل حاجه، وبقول لهم شكرا على كل حاجه عملوها معانا. يعني ايه البروجكت اللي انت عاملاه اللي اسمه ميني مي ده يا منار؟ ميني مي كان بروجكت عني انا، كنت بعمل صور بس على شكلي وانا صغير، يعني انا ببقى صغيره في الصور. الله، ده كان اول بروجكت عاملاه، كان ده ساعدني معمول فيه. 3D؟ ده لا مجسمات؟ ده ورق، ده ورق حقيقي؟ ده ورق حقيقي. اللي رسم الرسومات دي اختي مروه، واللي عامل الحاجات اللي هي الاورجامي دي ايه السيد. عملنا 3 حاجات، عملنا تصوير انا كنت بصور، وعملنا رسم اللي هو الحاجات اللي ورا دي، والاورجامي. جمعت ال3 حاجات وابتديت ان انا اعمل بيهم الميني مي. دي حلوة. قصه ان انا كان نفسي اجيب قطه في البيت، بس ده ماما اسمه ايه الستايل ده؟ ليه اسم يعني؟ في التصوير ما اعرفش بصراحه، ممكن يبقى فاين ارت. بس انت اللي مألفاه يعني ولا ايه؟ انا اكيد كنت ليه. عملت الستوري بورد، وبحاول ان انا يعني ادخل القطه من ورا ماما البيت. هي ماما اصلا في الحقيقه ما كانتش عايزه قطه، بس انا جبت قطه بجد. دي قصة بعد حياتك يعني. البروجكت ده انا جبت قطه، جبت فخري، وانا دخلتها البيت. وبعد كده بقى في البيت انا بحاول ان انا اقص شعرها، وبعد كده احميها، اشربها اللبن. ده معمولها ستوري بورد فعلا. بالظبط، هي ستوري بورد. بس هي الفكره يعني في الاول كانت فكره صوره، يعني انا هعمل صوره بس، وبعد كده جت في بالي ان انا اكملها، اعملها زي القصه، ما تبقاش صوره لوحدها. ده واحنا دي رايحين ممكن النادي. الافكار دي تتحول لكرتون يا منار، ممكن تبقى انيميشن، ممكن تفكري تعملي انيميشن انت واختك. ممكن يعني احنا عملنا حاجه قبل كده انيميشن، بس مش تبع ميني مي. بس ممكن يعني، ليه لا، ان شاء الله نحاول نعملها. ممكن تتعمل. بس بتنفذيها ازاي يعني؟ انت عندك ثلاث حاجات عاملاها يعني، في رسم في وفي رسم تصوير وفي انا بصي هو المجسمات كان يعني الموضوع. اختي كانت بترسم، كانت بقولها مثلا عايزه ارسم جاردن او حاجه، هي بترسم لي الحاجه، وبقول لآية عايزه بس شكل قطه، عايزه شكل بيت. وكانوا بيعملوا لي الكلام ده، وانا في البيت كنت بصور، لان انا ما عنديش استوديو او حاجه، فانا في البيت كنت بصور. بتصوري نفسك ازاي بقى؟ الترايبود، احط الكاميرا وبظبط تظبطي مثلا التايمر. 10 ثواني بس هي بتبقى متعبه شويتين. وبعدين بتتركب بعد كده ازاي على ال، بعد كده على بدخلها على الصورة؟ الفوتوشوب، وابتدي بقى اقص وادمج الخلفيه مع صورتي انا، بحيث ان هي ما تبانش ان هي فوتوشوب قوي، تحس ان هي قريبه شويه للحقيقه. بس لطيفه جدا يعني. انت انا حاساكي يعني ممكن تشتغلي في الانيميشن فعلا بعد شويه، حاسه كده انا يعني. بحب اصلا شغل الافلام والبوسترات وحاجات الدعايه اكتر، يعني انا بحب الستايل ده، حتى بصوري تحسيها شويه دعايه. يعني فيها انا فعلا، بحب الستايل ده جدا. فيها فعلا كده. لكن انت بتقولي عملتي حاجات انيميشن قبل كده، كانت في كنت ايه انا بالظبط؟ شغلت كنت شغاله جرافيك ديزاينر، كنت شغالين انا واختي وكذا حد تاني في حاجه اسمها يوميات بطاطس. هي كانت زي حديث كده نبوي، كان بيتشرح للاطفال بس عن طريق يوميات بطاطس. بطاطس دي كانت شخصيه، وكانت هي بتشرح الحديث بطريقه مبسطه للاطفال. دي كانت اول حاجه اشتغلت فيها انيميشن يعني، بس ده بعيدا عن التصوير. ما عملت في ايه بقى يعني؟ جرافيك كنت يعني؟ انا لا كانوا كنت انا في حاجه اسمها بلون، في بلون الشخصيات وبعمل لها تحبير، وبنبتدي ندخلها بدل ما هي بتبقى سكتشات، نبتدي ندخلها على الكمبيوتر ونحركها. تدخلها على الكمبيوتر ايه؟ بندخلها على الكمبيوتر ونبتدي نحركها عن طريق برنامج الفلاش. فبنبتدي ان احنا لازم نحبر الكلام ده على الفلاش، ونبتدي نلونه، وبعد كده
بيتحرك. طب ده انت عندك مجموعه في البيت، يعني انت واختك ممكن تعملوا تيم. اه بالظبط، فعلا تعملوا بيه حاجات كتيره. احنا شغالين مع فنون بعض جميلة؟ اصلا، هي مروه اصلا فنون جميله. وهي شغاله في الدعايه والاعلان، احنا اتنين بنساعد بعض. يعني هي لو بتبقى محتاجه حاجه في التصوير احنا بنبتدي نتعامل مع بعض، وانا لو محتاجه حاجه في الديزاين برضو برجع لها يعني. ومروه برضو ساعدتني كتير في دبي، وهي اللي جت معايا وشجعتني، ويعني بقولها شكرا جدا. هي اكبر منك؟ هي اكبر مني ب6 سنين. ميرسي يا مروه. وجبتي القطه ولا لا يا منار؟ عايزه اطمن. جبت فخري. جبتي فخري؟ ومامتك عامله ايه مع القطه؟ لا ماما يعني هي طبعا في الاول لا مش عايزاه وكده، بس بعد كده هي بتهتم بيه وتحبه وتاكله، يعني خلاص يعني خدت عليه. انا مبسوطه بيك يا منار جدا، بشكرك جدا يعني على وجودك معانا، وببارك لك مره تانية على الجائزه، ومتوقعه ان شاء الله ان انت اسمك هيبقى اسم كبير في المستقبل باذن الله، هنسمع هجيلك اسمك تاني ان شاء كتير. الله. اكيد اكيد. انا بشكرك جدا يا منار. منار جد مصوره فوتوغرافيه مصريه جميله شابه، والحائزه على المركز الخامس في جوائز الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للتصوير الفوتوغرافي. بشكرك جدا يا منار. شكرا يا ريهام. فقراتنا خلصت النهارده، لكن بكره يوم جديد وفريق عمل جديد. نهاركم سعيد.